بكم من جديد في فقرتنا الطبية. يمكن للعديد من الأدوية أن تؤثر على الجهاز الهضمي، ويتم ذكر تأثيراتها الجانبية في نشرة الدواء عادة، فالعلاقة مباشرة بين الأدوية وهذا الجهاز، إذ أن معظم الأدوية يتم تناولها وامتصاصها من خلاله، فتبدأ رحلة الدواء بتناوله عن طريق الفم مرورا بالمريء ووصولا للمعدة، حيث يتم تفكيك وتحلل بعض العلاجات حتى يتم امتصاصها عن طريق الأمعاء الدقيقة. للمزيد ينضم إلينا الدكتور علي عيسى، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد. دكتور صباح الخير. صباح النور. صباح الصحة والسلام. أهلا. طيب الدكتور، يعني خليني أبدأ بأنه هل أدوية تلطيف المعدة يمكنها أن تصلح ما قد تفسده بقية الأدوية وتأثيراتها على المعدة والجهاز الهضمي؟ أكيد بتفيد الأدوية اللي بنستعملها لوقاية المعدة من التأثيرات الجانبية للأدوية المضرة للمعدة. طبعا لما بنكون مضطرين أنه نعطي دواء نعرف أنه له تأثيرات جانبية على المعدة وعن المريض بحاجة له، لازم نعطي شيء للحماية. بس موضوع تأثيرات الأدوية على الجهاز الهضمي مو محصور فقط بالمعدة، وجزء بسيط من هالمشكلة هو محصور بالمعدة. إذا أين مكمن الخطورة؟ بالضبط، نحن ممكن نصنف حسب الأدوية لعدة فئات طبعا، وكل فئة ممكن إلها تأثر على جزء معين من الجهاز الهضمي. مشان نبسط الموضوع لأنه معقد، رح نقسم الأدوية للأدوية اللي ممكن تنوصف من قبل الأخصائي تحت إشراف طبيب طبعا، والأدوية اللي ممكن ناخذها من الصيدلية بدون وصفة over the counter. طيب دكتور، يعني معروف أنه يمكن أكثر الأعضاء تضررا من كثرة الأدوية هو الكبد، وتأثر عليها الأدوية بطرق سواء كانت مضادات حيوية يمكن تكون أكثر تأثيرا. المضادات الحيوية ومثل هذا النوع من الأدوية ماذا تفعل في الجهاز الهضمي؟ المضادات الحيوية، إذا بدنا نحكي عن المضادات الحيوية تأثيرها على الجهاز الهضمي، أشياء تأثير جانبي هو اضطرابات حركة الأمعاء واللي بشكل أساسي الإسهال، وهذا الشيء ممكن يكون أمر عابر بيستمر عدة أيام وبيروح، وممكن يكون بسبب التهاب شديد بتسبب بالكولون، لأنه المضادات الحيوية بتقضي على البكتيريا المفيدة الموجودة بالأمعاء، فبتترك المجال للبكتيريا الانتهازية اللي بنسميها أنها تسبب هذا الموضوع. فهي أكثر تأثيراته، مثل ما حكيت حسب نوع المضاد الحيوي وحسب الطبيب اللي عم يوصفه بيتم التعامل معها الحالة. باقي الأدوية خاصة الأدوية اللي ممكن تنأخذ بدون وصفة من الصيدلية تأثيراتها الجانبية، واللي هون عم نحكي أكثر شيء عن المسكنات اللي بنسميها عادة ما تحتاج غير استيرويدية، مثل الديكلوفيناك، الإيبوبروفين، الإيبوبروفينيد. هاي الأدوية معروف أنها بتزيد احتمال حدوث قرحات بالمعدة وحتى بأجزاء تانية من الجهاز الهضمي، فلازم يتم تناولها بإشراف طبيب مو تنأخر بشكل تاني. الدواء الثاني اللي الناس بتعتقد انه آمن كتير، وهي نقطة كتير مهمة، هو الباراسيتامول. باراسيتامول هو مسكن موجود ممكن نشتريه من أي مكان، تناوله بكميات زائدة ممكن يؤدي لآثار كتير خطيرة على الكبد ويعمل ضرر بالكبد إذا تم تناوله فوق الحد المسموح. هذا الشيء لازم الانتباه منه. هل المدى الطويل لتناول الدواء أم الجرعة الزائدة؟ نين المدى الطويل لتناول الدواء بيؤدي لتراكم الجرعة، وهذا الشيء بيأثر أكثر شيء خارج الجهاز الهضمي على الكليتين. على الكبد تأثير أكثر بالكمية، الجرعة الكبيرة بتنأخذ فترة قصيرة لما المريض عنده آلام وما عم يتحسن، فبيعتبر ياخذ زيادة، ممكن ياخذ أكثر، ممكن بدل لا ياخذ حبة أو حبتين في اليوم ياخذ أربع حبات أو ياخذ أكثر يعني أو أكثر، فبتصير هون المشكلة. طيب دكتور، يعني من الأشياء اللي دائما أنتم تنصحوا فيها أنه تناول الأدوية بعد الأكل، ما نتناولها على معدة فاضية، ويمكن في يعني فكرة شائعة أنه ممكن تسبب قرحة في المعدة إذا الواحد تناولها على معدة فاضية، هل هذا صحيح أو لا؟ وإيش الاحتياطات اللي المفروض نعملها لما نأخذ أدوية؟ هذا الشيء بيتعلق، برجع بعيد، بس بالأدوية اللي هي مسكنات من فئة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الأسبرين. طبعا تناولها على معدة مليئة ممكن يعمل شوية حماية، لأنه هون امتصاص الدواء بيخف، بس هذا الشيء ما بينطبق على كامل الأدوية. في أدوية لازم تنأخذ على معدة فاضية مشان يكون امتصاصها كامل ويكون تأثيرها كويس. فلذلك برجع بكرر، المريض اللي عنده عوامل خطورة لأنه يصير عنده مشاكل قرحة بالمعدة، هون لازم يا أما تتعالج المشكلة بالأساس، يعني موضوع حكينا فيه سابقا، المرضى اللي عندهم بكتيريا بالمعدة الحلزونية البوابية، هدول إذا أخذوا مسكنات أو أسبرين احتمال حدوث قرحة عندهم أكبر من غيرهم، لازم يتعالجوا من هاي البكتيريا قبل ما أنه نعطيهم الدواء الثاني. طيب والاحتياطات اللي المفروض الواحد يعملها عشان ما تأثر بشكل كبير على جهازه الهضمي؟ المريض اللي ما عم يشكي سابقا أي شيء وفي استطباب ليأخذ الدواء بياخذه حسب وصفة الطبيب، أوكي، وبياخذوا بعض الطعام ما في مشكلة بالنسبة للمسكنات. عم نحكي
لما بتظهر عنده التأثيرات الجانبية، لما بيحس بألام بالمعدة، هون لازم يتم إيقاف الدواء ويتم مراجعة الطبيب على الفور. إيه طبعا يفضل ما يعني ما نتصرف من تلقاء نفسنا، لأنه ممكن يكون أمر بسيط وممكن يكون بحاجة لإجراء. الأدوية اللي بتخلي الواقية للمعدة أو أدوية القرحة الهضمية أحيانا بنضطر نوصفها للمرضى بشكل وقائي. لما بيجي عندي مريض عمره كبير شوي وبده ناخذ هاي المسكنات، بنعطيه حماية من قبل ما تظهر الأعراض، نعطيها بشكل مرافق له. طيب دكتور، حتى لا أشعر أنا بالخوف ولا المشاهدين بأنه، لأنه في أدوية نأخذها للاستشفاء والاستطباب من مرض معين تؤثر على أكيد. الكبد، الكلى، على أجهزة أخرى أو الجهاز الهضمي. أكيد. ماذا نفعل؟ لا أكيد تأثيرات الجانبية للأدوية هي استثناء، ما أنا هي القاعدة. مش قاعدة. لا أكيد. طيب. أكيد يعني نحن. إيه لأنه طمنا يعني. لا لا لا. تأثيرات الجانبية يعني لما يعني نحن عم نحكي بالماكسيموم بيكون عند 10% من الناس ممكن تظهر التأثيرات الجانبية. وغالبية التأثيرات الجانبية هي تأثيرات جانبية بسيطة ما بتشكل أي مشكلة، بس إنه ممكن تعمل إزعاج. يعني مثلا أدوية الأمراض الارتفاع الضغط الشرياني والأدوية القلب ممكن تسبب إمساك فرضا. فهذا الموضوع ما راح مو خطير، بتم تداركه بسهولة، يعني يا أما بتغيير الدواء أو بإعطاء ملينات. فبشكل عام لما الدواء أنا عم يوصف لي إياه طبيب لازم أخذه. طبعا ممكن نسأل الطبيب، ونحن بشكل عام أنا لما بعطي أي دواء لمريض بشرح له سابقا في احتمال يصير كذا كذا كذا، هل تأثيرات هي بسيطة ما تخاف منها؟ إذا صار هيك شيء بتراجعني. هي بكل بساطة. جميل. شكرا جزيلا يا دكتور بكل بساطة على وجودك معنا اليوم. شكرا لك دكتور علي عيسى، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد. حاسمع كلامك أنا. شكرا.